اهلا بحضراتكم من جديد. وما تخافش على الاهلي، طول ما الاهلي حريص على علاقاته الطيبه والمحترمه بكل الانديه بلا استثناء على فكره. الاهلي ما بتطلعش منه لعيبه في حق اي حد، ولا يبخل بالمسانده والدعم على اي حد من الانديه الشقيقه. النادي الاسماعيلي الكبير العريق في وضعه الحالي اللي لا يليق ابدا الاسماعيلي يكون اخر الجدول. الاسماعيلي بثمان نقاط متزايل جدول الدوري حتى بالنقطه اللي خدها امبارح بالتعادل مع طلائع الجيش. الجمهور الاهلي في لقطه الحقيقه حياه عليها كثير من مقدمي البرامج الرياضيه، هتف لصالح الاسماعيلي والارض لما تزلزل درويش مش هينزل. كان هتاف داعم للاسماعيلي نسمعه. كلمات من القلب يملأها الحماس يعني والهتاف الصادق. عايز أقول لكم حاجة يا جماعة، العلاقات تبدو في اللحظات الحرجة وفي الأزمات. ممكن في الأحوال العادية يبقى في مناوشات، يبقى في دعابات، يبقى في تحفيلات اللي هي أم الأفات، ولكن ساعة الجد تجد الجماهير تتضامن، الجماهير حاسه ببعضها. جمهور الاهلي يشعر بالم جمهور الاسماعيلي وبيحفز لعيبه الاسماعيلي وبيحفز ويطمن جماهير الاسماعيلي. الارض لو هتتزلزل الاسماعيلي مش هينزل. يا رب يكون هذا النداء مستجاب. طيب الكابتن احمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي اللي أخذ على عاتقه مهمة الإنقاذ الصعب الحقيقة للدرويش علق على مساندة الأهلي ودعمه للإسماعيلي. عايز أقول لك إن النادي الأهلي بيمد ايد للإسماعيلي. كويس. يعني لو في لعيبة محتاجينها من الأهلي أنا هاخدها، مفيش مشكلة. ما هو موقف ده كان موقف كابتن ميدو. لو تشوف السنه اللي فاتت كان الكابتن علي ابو جريشه لما قابل الكابتن الخطيب قال له انا مش عايز من الاسماعيلي حاجه. كلام بقى عملي مش يعني امام وسائل الاعلام، بينه وبين الراجل اللي اعلن هذا الكلام الكابتن علي ابو جريشه. قال له اللعيب اللي تتفقوا معانا موافق عليه. فرجع بعد كده كابتن نفسه علي ابو جريشه في لاعبين. تسمع علي ابو جريشه نفسه. هو نفكركم بالكابتن نفكركم بالكابتن علي نفسه بعد ما الكابتن الخطيب اداله ضوء اخضر اللي انت عايزه احنا معاك. انا بشكر مصطفى عماد والكابتن محمود الخطيب، الناس عملوا معانا جهد كبير جدا، وخطيب كمان قدم حاجات جميله جدا يعني، وقال للعيبه حتى احنا كنادي مش هناخد اي حاجه من الاسماعيلي يعني كده، وحتى بعض اللعيبه قال لهم فلوسكم هتاخدوها من عند الاهلي. الراجل ما قصرش وادى بصراحه يعني حاجه يمكن ما اتعملتش خالص قبل كده في النادي الاهلي او يعني كده. لكن لازم الناس تفهم وتعرف ان رغبه اللاعب هي الاهم. انا بصراحه لما لقيت لعيبه اتاخرت في الرد يومين ثلاثه انا طلبت المهندس عادل القيعي وقلت له مش عايز حد. انت حضرتك طلبته كده؟ قلت له مش عايز حد، انا عايز اللي يجي يبقى عنده رغبه، انما ضد رغبته ما يجيش، ولذلك انا مش عايز حد. جبنا بس لعيب ناشئ بس ممتاز يعني على فكره. الخواجه واللعيبه دي بعد كده كابتن الخواجه كاتبه ومعجب بيه جدا. الكلام ده حصل، ولما اتصل بيا الكابتن علي ابو جريشه قلت له اللعيبه كبار النجوم بيبقى لهم حساباتهم وهذا حقهم، محدش بيقدر يضغط على لعيب. ولكن هو قال انا خدت لعيب ممتاز في اشاره الى زياد طارق. خدوه وقتها وقال وهو نفسه قال معجبين بيه جدا ولعيب ممتاز. كابتن ايهاب جلال يعني وقتها ما ادالوش فرصه. ده موضوع، شوف انا ماليش دعوه في حسابات المدربين، لكن ما حدش يقول لي اديتني لعيب مالوش. لا، ده لما رجع النادي الاهلي كل الناس شافت تالقه وشافت يعني ايه، واحنا لما عرناه تاني مسموحه بهدف انه يلعب ويتالق، لان واثقين في قدراته. اللي مش واثقين في قدراته مش هنعيره.
هنسيبه، لكن ده لعيب واعد وموهوب وبشيء من العمل الجاد والالتزام ببعض الحاجات التكتيكية استطيع أن ينتقل إلى مرحلة النجومية الحقيقية. طيب، هي دي طبيعة العلاقة بين الأهلي والإسماعيلي، ودي حقيقتها الحقيقة اللي يتكلم عنها ناس بقيمة الكابتن علي أبو جريشة، وهو بيتكلم من الكابتن خطيب قال له اتفضل. الكلام ده على فكرة الفيديو ده بقى له يمكن سنتين، وقال لي في فلوس متأخرة، قال له سنتين يعني أو ثلاثة لما كان الإسماعيلي بداية الأزمة الحالية اللي للأسف فضلت مستمرة. يعني الأهلي لا جديد عليه أنه يدعم الإسماعيلي، ولا جديد عليه أصلا أنه يستضيف الإسماعيلي ويرحب بيه برغم الكذبة التاريخية اللي بيلوكها البعض باستمرار. ليهم مزاج يحاولوا يغزوا، ليهم مصلحة يا إبراهيم، ليهم مصلحة يحاولوا يغزوا الفتنة بين الأهلي والإسماعيلي. أصل الأهلي هو ده اللي زمان رفض أن أنتوا تتدربوا عنده في ملعبه، ويتقنها البعض حتى الآن. اللعبة اللي بيقولوها دايما دفعت الكابتن سيد بازوكا ان يحلف بالله ثلاثة، وتقريبا كاد يحلف بالطلاق. نفكركم بيها. انا سألوني في كذا قناة هل الاهلي رفض يستضيف نادي الاسماعيلي؟ رفعت ايدي قلت والله العظيم والله العظيم والله العظيم نادي الاهلي ما رفض استضافة الاسماعيلي. والله انا بحلف قدامك كمان. الناس تعمل نادي الاهلي ما استضفناش، لا نادي الاهلي ما رفضش، بالعكس انا قعدت سنة العب مع النادي الاهلي واتمرن مع النادي الاهلي وعامل والله والله وعامل وانا بدرب منتخب مصر، رحت اجر ملعب المقاولين العرب، انا مش هدفع اللي ادفع اتحاد الكوره. فالمقاولين قالوا لي انا مستشار فني في النادي المقاولين، يعني مستشار بتاع مجلس، فقالوا لي الملعب بنأجره ب 50,000 هندوا لك ب 25. قلت لهم شكرا، رحت راح النادي الاهلي، قابلت النادي الاهلي قالوا لي عاوز امتى؟ ادوني ملعب الجزيره لعبت فيه مع منتخب تركيا، ملعب الجزيره والاستضافه كلها والكاميرات بعد الميكروفونات بعد المؤتمر الصحفي بعد الملعب كنا ده، وادوني ملاعب مدينه نصر، لعبت تونس ولعبت سوريا ماتشين، خدت بالك؟ منتخب فلسطين عندي في اسماعيليه. ملاعب مدينه نصر ده قريب يعني، كان الكابتن حسن حمدي هو رئيس النادي تاني. حسن حمدي والخطيب برضه كان ناس طبعا استضافونا وادونا ملاعب بدون اي مليم. لاعب بحجم الكابتن سيد يضطر ان يقسم بالله ان هذا لم يحدث، بالعكس راى كل التعاون. والكابتن العربي قال انا اتعالجت وانا مصاب في 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 النادي الاهلي، والكابتن علي ابو جريشه محمد صلاح ابو جريشه كان لما بيصاب بيتعالج ويتاهل في الاهلي ايه الحرص اللئيم الخبيث ده على تغذيه كذبه وتنميتها لاجيال طبعا مش هتفتكر ومش هترجع للوقت ده، لكن هو لما يرددها كل جيل خلاص في ناس هتصدق. والحقيقه لا يوجد اي سبب لهذا الموقف الغريب من البعض على فكره، القول بان الاسماعيليه لا ما تعممش، في قطاع في الاسماعيليه اللي هم مصدقين اللي هم دائما بيصدروهم بمؤثرات خارجيه عشان يصرحوا بهذا الكلام، لكن في ناس كتير جدا بيقابلوك باحترام ويقابلوك بتفاهم. واحنا لما كنا بنروح الاسماعيليه كنت انا والكابتن خطيب رحنا يوم محمد عبد الله اتمشينا في الشارع مع الناس واتغدينا في المطاعم في الاسماعيليه والناس كانت بتقابلنا بمنتهى الحب والاحترام، لان عارفين ان احنا بنتبادل المصالح. يا استاذ ابراهيم اسمع، طول ما كانوا بيتعاونوا مع النادي الاهلي كانوا بياخدوا حقهم، سواء الفني بدعم بلعيبه زي محمود شيكو زي احمد صديق وخلافه، دول كان دعمه مباشر من النادي الاهلي. يعني شيكو كان ضمن صفقه محمد عبد الله، محمد صديق كان ضمن صفقه بناء على طلباتهم الفنيه، عبد الفضيل شريف عبد الفضيل كابتن شريف، ما كانش الاهلي بيتاخر غير المبالغ الماليه، يعني بعد ما بتتفق على الفلوس يقوم يقولوا لنا ايه، طب لو تدعمونا بكذا حاضر، لو اللعيب وافق، اللعيب كان بيوافق كنا بنبعته. لكن المره يعني هل مره انت عملت مع النادي الاهلي صفقه اضطريت تتغرم بسببها، خدت 5 ولا 10 مليون جنيه واتغرمت لك يجي 20 مليون جنيه
علشان الاهلي يسيبك في النص تواجه هذا المصير. ما تخلينا نقول ده بالارقام في خصم النقاط وخصم. خليني اقول لك ده بالارقام الوضع الحالي اللي الاسماعيلي فيه. يعني المهندس عدلي بيشير للسنوات السابقه اللي على فكره لما الاهلي كان بيضم بركات من العرب القطري كان العرب القطري اشتراه من اهلي جده اللي كان اشتراه من النادي الاسماعيلي. يعني الاهلي الايد الثالثه والاسماعيلي كان قابض فلوس كويسه قوي من تمن بيعه للاهلي جده وكذلك اسلام الشاطر وكذلك عماد النحاس وكل الاهلي اشتراه وكابتن احمد حسن 12 سنه احتراف واحمد فتحي. يعني انت بعت كل دول وقبضت فيهم جبناه من انجلترا. الاهلي لما ضم دول من الانديه الاخرى كان الاسماعيلي في قوته وكان بينافس وكان بيوصل لنهائيات البطولات الافريقيه والعربيه. يعني كان عنده فريق لانه بياخد فلوس. المصيبه لما حد يخطف منك 11 لاعب في اخر 3 4 سنين ينتهي الامر بالاسماعيلي الى هذا الوضع. مش بس ان انت بتاخد لعيبه وما بتديش الاسماعيلي فلوس، لا ده انت كمان بتتسبب في غرامات كبيره على النادي الاسماعيلي. على فكره مسؤوليه الغرامه بتاعت ما انا هقول لك ده غرامتين اهم غرامتين دلوقتي بيعاني منهم الاسماعيلي في اخر 5 سنين. الزمالك وبيراميدز خطفوا 11 لاعب ومدرب من الاسماعيلي. الزمالك خد 5 لعيبه تعاقد مع الحارس الاساسي محمد عواد وخد ابراهيم حسن وبسببه الاسماعيلي اتغرم غرامه كبيره جدا من الفيفا وهو فلوس وهو مش مسؤوليه مشتركه يتحملوها الاثنين. ليه الاسماعيلي يتحملها لوحده دي؟ طيب اللي شايلها الاسماعيلي ابراهيم حسن، الزمالك ياخده فالاسماعيلي يشيل غرامه وايقاف وقبل منه احمد علي وبهاء مجدي وباهر المحمدي ورجع وكريم بامبو. بيراميدز خد 6 ومدرب. ايهاب جلال كان عامل افضل مشروع انقاذ للاسماعيلي. فجاه تم اغوائه من بيراميدز هو وفخر الدين بن يوسف. المهاجم اللي للاسف الاسماعيلي مؤخرا اتفرضت عليه غرامه كبيره بسبب فخر الدين بن يوسف. يعني انت اللي متحمل الغرامتين وانت اللي دافع ثمن هذه العمليات. فخر الدين بن يوسف كان هداف الفريق اللي خده بيراميدز وخد كمان محمد فتحي وخد حسين السيد وخد طارق طه وخد دونجا وخد محمد صادق وقلت لكم خد ايهاب جلال المدرب. اهم لعيبه بمدربهم. اه. خد اهم الهيكل يعني لم يترك من الهيكل الرئيسي الا 2-3 لعيبه. ايوه. عشان يدع الاسماعيلي في هذا المأزق اللي الله يكون عشان تبني بقى تدفع كام؟ اسماعيلي بيدفع دفع كام عشان هو دي نتيجه الثلاث اربع مواسم الاخرى اللي اتاخد فيهم 11 لاعب بالمدرب اللي ما فهمش النادي الاهلي خالص. الاهلي تاريخيا خد من الاسماعيلي 27 لاعب، الزمالك خد 33 لاعب. وفي ظل اللعيبه اللي خرجت من الاهلي لم تحدث ازمه وظل الاسماعيلي يتنافس ويحصل على البطولات وعندما ابتعد وتصدى الاخرون ماذا حدث الان؟ نتمنى للاسماعيلي. طب اسندوا بقى معاه اللي خدتوهم منه دول اسندوا معاه. يعني انا واخد فخر الدين بن يوسف والراجل عليه غرامه يا اخي ساهم. ما انت خدت لعيب تقريبا ببلاش. ايوه.